خطف نساء وسطو مسلح على الفنادق وتوريط لأحد كبار الضباط سابقاً وأكثر. صراع كبير يحتدم اليوم بين شبكات الدعارة في لبنان وتصفية حسابات بين كبار شيوخ الكار من دون حسيب أو رقيب. فماذا يحصل ومن هم أبطال القصة المثيرة وكيف يعملون؟ علم سبوتشوت أن عمل عدد من شبكات الدعارة لم يقتصر فقط في الأيام الماضية على تأمين الزبائن والنساء، إنما تطور في أحد فنادق قسروان إلى هجوم مسلح بهدف خطف إحدى النساء من شبكة دعارة لصالح شبكة أخرى، وأن عملية الخطف تمت بنجاح وتم تسطير محضر بالحادثة، وتحركت الأجهزة الأمنية لتحرير المخطوفة، لكنها حتى الساعة لم تنجح بذلك. وفي التفاصيل، قام زعيم إحدى الشبكات المدعو خضر فاء بتشكيل مجموعة مسلحة لخطف هذه الإمرأة من أحد فنادق قسروان، وهي إحدى بائعات الهوى من الجنسية السورية، متزوجة من وائل حاء الذي يعمل لصالح شبكة السجين خالد عين التي يديرها من داخل زنزانته في رومية، بمساعدة حسين ألف الذي يتابع عمل الشبكة على الأرض من خارج السجن. خضر فاء لم يكتفي بهذه العملية، بل وصل إلى فتاة سورية أخرى وصورها بعد ترهيبها مع وائل حاء في نفس الفندق، ويشاع أنه قام بخطفها أيضاً لصالح شبكته، وتم التعتيم على هذه العملية. مع مين بتشتغل؟ خالد. صح. مين بينسق معكم؟ حسين. فعل 10. هذا الفندق الواقع في أعالي قسروان يعتبر ملاذاً آمناً للكثير من شبكات الدعارة كونه في مكان بعيد وغير مأهول، وتشير معلومات سبوتشوت أن صاحبه من آل ميم يسير أعمال الدعارة داخله ويتحرك لحماية المشغلين التابعين تحديداً لشبكة خالد عين. وللتذكير، فالمدعو خالد بدأ نشاطه الإجرامي بقضايا الإتجار بالمخدرات، وهو من ورط أحد كبار الضباط بقضايا بيع مخدرات بعد مصادرتها، وثم ركز على إدارة شبكة دعارة مستعيناً بحسين ألف من خارج السجن، وهو الموقوف سابقاً والصادر بحقه حالياً أكثر من مذكرة توقيف. أما وائل حاء فهو بدوره يعمل لصالح هذه الشبكة ومن أصحاب الصوابق، وله باع طويل بالدعارة وسرقة الكابلات الكهربائية من مناطق عدة. ويبقى السؤال، هل ستفعل أجهزة الدولة مراقبة سجونها أولاً وملاحقة شيوخ الدعارة ثانياً بشكل حازم؟ وهل اندلعت الحرب بين الشبكات بداعي تأمين الخدمات الجنسية الأفضل والأكثر ربحاً؟